طيب خليني سريعا اروح من خلال سكايب استضيف ضيفنا العزيز والناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز الاستاذ أسامة السويسي عشان نتكلم معاه في بعض النقاط اللي تتعلق بهذه المرحله الحاسمه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات. يا استاذ اسامه ازيك؟ ازيك استاذ امير، منور الدنيا كلها. تحياتي ليك ولكل فريق العمل والبرنامج الترند، وحشتني شاشه البيت الكبير، بيتنا الكبير قناه الاهلي. منور الدنيا كلها والف مبروك، وتملي كده تبقى المداخلات ايام انتصارات وسعد ان شاء الله. يا رب دايما انت اللي منورنا يا استاذ اسامه، انت وتيشيرتات الاهلي اللي وراك بمختلف الالوان، كمان ببادج النادي الاهلي، وحاجه الأهلي جميله جدا. طبعا يعني منورنا ومشرفنا دايما. عايش في القلب وفي كل حاجه. طبعا طبعا. طيب ازاي تابعت مباراه او مباراتي الترجي في دور نصف النهائي وتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه بدايه كده؟ رايك ايه؟ اولا عاوز اقول ان طالما اسم البرنامج الترند، فالترند ده بيصنعه الجمهور. طبعا الجمهور هو اللي بيصنع الترند. وانا شايف ان الترند الحقيقي كل مره هقول ان هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو الترند الحقيقي. بسم الله ما شاء الله، سواء المباراه الاولى اللي اتلعبت خارج الوطن في رادس، وكان في ثقه غير طبيعيه من جمهور النادي الاهلي بفرقتهم هيعملوا نتيجه ايجابيه. وحتى لما الاهلي استضاف الترجي هنا وقرار امني باقامه المباراه بدون جمهور، كان جمهور النادي الاهلي في قمه الوعي ويتعامل مع الامور بمنتهى الوعي والثقافه. وكمان يعني لاحظت من خلال السوشيال ميديا المسجات الايجابيه اللي بيبعتها الجمهور النادي الاهلي للعيبه، اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا كسبنا شوط ولسه عندنا شوط تاني، مفيش مجال للتهاون ولا للاستهتار. وده جمهور النادي الاهلي اللي بيليق بالنادي الاهلي وباداره النادي الاهلي، كلهم فكر واحد وكلهم على مستوى واحد. بالظبط. بما انك انت ذكرت من شويه التقرير بتاع جنوب افريقيا على الاهلي وعلى كايزر تشيفز وعلى موسيماني، عايز اقول لك حكايه صغيره جدا مختصره شديده. اتفضل. بعد كاس العالم اللي انت كنت فيها هنا في الدوحه، والاهلي اخذ برونزيه كاس العالم، كنت في طريقي بعمل حاجه مع شركه الاتصالات هنا وفي خدمة العملاء، فحظي طلع مع موظفة فلبينية، وكنت لابس الكمامة الماسك بتاع اللي عليه شعار النادي الأهلي. فأنت عارف في الفلبين كرة القدم مش هي اللعبة الشعبية بالزبط. الأولى، اللعبة بالزبط. الشعبية الأولى عندهم كرة السلة. فبتسألني على شعار النادي ده، اسم النادي ده إيه؟ اللي هو شعار النادي الأهلي. أنا لسه هرد، لقيت الموظف اللي جنبها وهو موظف هندي. يعني موظف هندي الجنسيه، بيقول لها ده النادي الاهلي المصري احسن نادي في افريقيا وثالث العالم، هو اللي رد عليه. فعايز اقول لك انه النادي الاهلي سمعته واسمه سابه بفضل الانجازات الكبيره وبفضل جمهوره. بسم الله ما شاء الله، يعني جمهور النادي الاهلي هنا عايز اقول لك لا يقل عن 80,000 كتير مشجع اهلاوي. كتير جدا، رحنا وشفنا حاجه، ده الاستقبال لوحده في المطار كان حاجه غير طبيعيه يعني بصراحه. يعني بسم الله ما شاء الله، وده موجود في كل حته في طبعًا العالم. طبعا طبعا كل حته في العالم. يعني بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي، يعني الحمد لله. الكلام ده اكتسبناه لان احنا عندنا جذور وعندنا اساس وعندنا تاريخ وعندنا ناس بتعرف تعبر عن النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. الحمد لله النادي الاهلي عدى مرحله وجمهوره ما بيحتفلش غير بالبطوله. طبعا ده امر فرح. هو فرح وسعد ان النادي الاهلي فاز على الترجي ذهاب واياب، واخذ بطار مواطنه المصري الزمالك في مباراه اللي هو خسر ذهاب واياب قدام الترجي في دور المجموعات. ولكن جمهور النادي الاهلي بيحتفل بالبطوله اللي هي هتكون يوم 17 لغايه دلوقتي في يوليو باذن الله في الدار البيضاء، لما يكسب كايزر تشيفز ويتوج باللقب رقم 10، ويكون بالتالي بينافس نفسه في تحطيم الارقام القياسيه. ونتمنى يا رب ان بعد الاهلي ما وصل للنهائي 4 مرات في اخر 5 سنين، ما يطلعش حد علينا ويقول لك دوري ابطال افريقيا بطوله سهله زي ما قالوا على بطوله الدوري. لا ما انت بتاخد من الكلام ده كتير يا استاذ اسامه، يعني للاسف برضو انت خليتنا نروح لنقطه مهمه جدا انا عايز اسالك فيها بخصوص بعض من يحاول تشويه
سواء مسيرة النادي الأهلي أو حتى تشويه صورة مدرب النادي الأهلي والتقليل منه ومن إمكانياته اللي هو بالتحديد كوتش بيتسو. فرأيك إيه في الناس اللي بتطلع تتكلم بتقول أي كلام دي ساعات كده؟ مش ساعات دايما. طيب خلينا واحدة واحدة. خلينا واحدة واحدة. لما يطلع الفيفا ويطلع الفيفا تقرير ويقول ان في اخر 10 سنين في بعض الفرق مسيطره على البطولات المحليه، حلو، زي باريس سان جيرمان في فرنسا، وزي يوفنتوس في ايطاليا، وزي بايرن ميونخ في المانيا، وزي الاهلي في مصر، فيطلع الناس عندنا هنا في مصر يقول لك شفتوا الفيفا بيقول ان الدوري بتاعنا ضعيف وما فيهوش منافسه. طيب يا سيدي يا سيدي، هو الدوري الالماني ضعيف؟ هو الدوري الايطالي ضعيف؟ مثلا هو الدوري الفرنسي ضعيف؟ طيب ماشي، هسلم وهقول ان الدوري ضعيف. طب انت ما تعرفش تكسب الدوري الضعيف ده ليه؟ الاهلي ذنبه ايه يعني؟ يعني لا، انت شخصيا طالما انت مقتنع ان هو الدوري ضعيف وانت بتاخد كل المجاملات وكل الهدايا من الحكام ومن الفار و و و ما بتعرفش تكسب الدوري ده ليه؟ ده السؤال. اما بخصوص بيتسو موسيماني، فالناس كانت مستكترة على ان النادي الاهلي ان هو يتعامل بواقعيه ويجيب مدرب من قاره افريقيا. طب ما احنا بنلعب في قاره افريقيا، والراجل ده حافظ ادغال القاره الافريقيه، والراجل ده عنده مشروع مع النادي الاهلي، وانت بالظبط، مش صابر عليه، انت من اول يوم وانت حاطه تحت الضغط. صح، طب يا سيدي، هو الراجل في كل الاختبارات وفي كل البطولات اللي دخلها هو واخد نسبه 10 من 10. يعني ما تقدرش ان انت تقول لي في بطوله افريقيا هو خسران ماتش واحد، هو ماتش سيرب في بطولات، في بطوله العالم خسر مباراه واحده قدام بايرن ميونخ اقوى فريق على وجه الارض في كوكب الارض. بالظبط، في الدوري ماشي كويس، ولو كان في عداله تحكيميه كان زمانه انهى الدوري بلا والله صح، منافس حاليا لغايه، والله العظيم زي ما بقول لك كده، انت المنافس بتاعك مستفيد من اخطاء للحكام ومن تقنيه الفار غير طبيعيه، في المقابل انت بالظبط بالظبط. خسران نقط غير طبيعيه بسبب ان مفيش فار طيب منطقي. صح، طيب خلينا نروح للنقطه اللي بعديها، والنقطه الاهم دلوقتي يا استاذ اسامه، وبشكل سريع عايز منك اجابه بخصوص المرحله اللي جايه واللي بتشمل 4 مباريات في الدوري قبل مباراه كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا. في تصورك كيف سيتعامل الجهاز الفني مع المرحله الصعبه الهامه جدا المقبله؟ اول حاجه خلياني اشعر بالاطمئنان ان الناس كلها لسانها واحد، حتى جمهور النادي الاهلي قلنا دي صفحه، دوري ابطال افريقيا صفحه وقفلناها بشكل مؤقت، ومركزين دلوقتي كامل التركيز على بطوله الدوري، لان عندنا 5 مباريات متتاليه وفي وقت صعب جدا صح، وفي توقيت غير طبيعي. كل هدفنا فيها ان احنا نكسبها كلها باذن الله، وكل املي كل املي ان يكون في تطبيق للفار بالصح زي اللي شفناه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فار مش فار في المصيده. تمام، انا بشكرك يا استاذ اسامه، شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز استاذ اسامه السويسي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في نقاط مهمه بتتعلق بالنادي الاهلي قبل المرحله الهامه جدا المقبله.